نبدأ جولتنا في الصحف العربية من مصر، حيث أشارت الشرق الأوسط إلى تواصل أعمال العنف في مدينة الجنين بولاية غرب دارفور لليوم الثاني على التوالي. ووفق اليومية تعد هذه العملية أول حدث من نوعه بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الأممية في دارفور يوناميد وإيقاف عملياتها في الإقليم المضطرب، فيما ذكرت إحصاءات رسمية أن عدد القتلى وصل حتى أمس إلى 48 قتيلا، كما أصيب وجرح 97 شخصا. وفي موضوع آخر، أشارت الشروق إلى تشرد عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق شمال سوريا بعدما جرفت العواصف المطيرة خيامهم. ونقلت اليومية عن مدير أحد مخيمات في محافظة إدلب وضع المخيمات بأنه كارثي بسبب العاصفة المطرية التي بدأت منذ السبت وجرفت عشرات الخيام في ريف إدلب، مضيفا أن العاصفة تسببت بتشريد أكثر من 100,000 شخص على الأقل. وفي الإمارات، قالت صحيفة الخليج في مقال رأي إنه بعد مرور نحو 17 عاما على سقوط النظام السابق في العراق، لا يزال العراق يعيشون في المنطقة الرمادية بين آمال عريضة تواقة إلى التغيير ومخاوف من الذهاب إلى المجهول مع اقتراب الانتخابات المبكرة التي تم تحديد موعد إجرائها في 6 يونيو المقبل في ظل العملية السياسية الحالية التي نشأت بعد عام 2003. وأضافت الصحيفة أن شهر أكتوبر 2019 شهد خروج آلاف العراقيين إلى شوارع بغداد ومدن وقرى ومحافظات الجنوب والوسط للمطالبة برحيل الطبقة السياسية ومحاربة الفساد والفاسدين والإصلاح الاقتصادي وتوفير الخدمات وفرص العمل وغيرها، لكن الشعار الأبرز الذي طرحته انتفاضة تشرين إلى جانب كل هذه المطالب ونريد وطننا.